وقف الأم يعني تطلع أنت عبد المجيد ولا ولا خلاص تتكلم عن الوقف؟ لا ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج أحمد يكفي؟ لا لا أنت أنت مو أنت سفير؟ إيه سفير. نبي السفرة حنا. أنا جلست هنا عشان تجوا أنتوا السفرة. الله يسلمك. طيب يا شباب. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا وسهلا. هذا يشبه لمشاري صح شباب؟ الأداء دي هو معتز. في لمحة. صح ولا لا؟ في لمحة. أيوه. طيب يا شباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم تشرق فيه الشمس إلا وإيش؟ ينزل ملكان. ملكان. أحدهما يقول. اللهم أعطي ممسكاً سلف. اللهم أعطي ممسكاً خلفة وأعطي ممسكاً تلف. أنا أقول دائماً إن سبحان الله الدعوة الثانية أقوى من الدعوة الأولى. ليش؟ يدعو عليك بالتلف. قالوا اللهم أعطي ممسكاً خلفة اللهم لك الحمد. لكن يدعو عليك بالتلف ليش؟ لأن هذا المال اللي عندك ترى مو مالك ولا هو لك. وليس لك من مال إلا ما تصدقت فأبقيت وما أكلت وإيش فأبليت. فإذا جاك أحد قال لك يا أخي تصدق يا أخي أنفق تبرع ساهم شارك ترى والله 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 أقسم بالله إنك أنت المستفيد قبله هو. تفضل يا شباب عندكم دقيقة ترى الاثنين. أنا طبعا اليوم فكرت في حاجة قلت حنا ننصح الناس ننصح الناس ففكرت إني أبدأ بعائلتي. يا سلام. طبعا في الفقرة سامحي لنا 20 دقيقة يكون الجوال معنا. تواصلت مع عائلتي كلهم ماشي. وإن شاء الله أنهم تبرعوا الله يكتب الأجر لهم. فأنا من باب حب للعيال كلمتهم كلهم إن شاء الله أغلب العيال تبرع في هذا الوقت. فالأقربون أولى معروف. هذا معروف لأنفسهم قبل لا يكون لنا تجارة مع الله وتجارة مع الله رابح. بادرة حلوة صراحة. شكرا لك. أنا زيد ما زيد على كلام أستاذ عمر والأستاذ محمد عباس. لكن المال الذي يبقى لك هو المال الذي تدفع في سبيل الله في سبيل الصدقات وفي سبيل الله جل وعلا. زي ما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة عندما ذبحت الضأن فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله وزعتها كلها وبقي الكتف أو ذهبت كلها وبقي الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها بقيت كلها وذهب الكتف. الله. فمالك إذا لم يعني تجعل للصدقة منه نصيب سينتهي مع انتهاء هذه الحياة. الله يعطيكم العافية. بعد إذنك أبو عباس حتى لو ما معك مال لأن الوقف هذا متأكدين 100% أنه يروح لأصحاب. تعرفك رجل أعمال، تعرف سيدة أعمال، تعرف واحد تحبه وتعزه معه، أرسل له البوست حق الوقف. والتبرع أبسط مما تتخيل. الراجحي جمعية البر يطلع له في ظلم تبرع بما تجود به نفسه لنفسه. يا سلام. الله يسعدكم. الله يطول عمركم. يعطيكم العافية. شكرا حبيبي. جزاكم الله خير. يلا يا شباب الآن عشان نختم ونخلص.